من الموجز الرياضي. تشهد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في الساعة 2 فجرا من يوم غد السبت حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية في نسختها 19، وسيقام الحفل المرتقب في استادي الماراكانا الشهير، حيث سيحمل علم مملكة البحرين في حفل الافتتاح السباح فرحان صالح. وكانت القرية الأولمبية قد شهدت مراسم رفع علم مملكة البحرين، وهو أحد المراسم المتبعة في الدورة الأولمبية. اللاعب فرحان صالح لاعب السباحة، وراح يتشرف برفع علم مملكة البحرين في طابور العرض. البحرين راح يكونوا موجودين بالزي الشعبي التقليدي، لاعباتنا ولاعبينا والطاقم الإداري إن شاء الله، وإن شاء الله شيء يشرفنا.